حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام. نرصد في هذه الحلقة أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ونبدأ بأهم العناوين. في العرب اللندنية، البابا يخاطب المسؤولين العراقيين، كفى عنفا وفسادا وتحزبات. وفي المدى نقرأ: رد أمريكي وشيك على قصف قاعدة عين الأسد واحتمالات إبعاده ضعيفة. عنونت القدس العربي: قيس الخزعلي يتهم قادة أمنيين بالعمالة للسفارة الأمريكية بعلم الكاظم. إصابة طفل ومدني في السعودية على أثر اعتراض طائرات مسيرة مفخخة الحوثيين، كان هذا في العربي الجديد. أما في الشرق الأوسط، الأمم المتحدة تدين استخدام إيران القوة ضد محتجين في جنوب شرقي البلاد. ومرشح بايدن لشؤون البنتاغون يدعو إلى وضع إيران في الصندوق. الاتحاد الإماراتي، الصحة العالمية تحذر من موجتين ثالثة ورابعة من جائحة كورونا. تحمل زيارة البابا فرانسيس إلى العراق جملة من الأبعاد السياسية والثقافية والحضارية وحتى الاستراتيجية، ولكن بعدها السياسي أكبر وأهم، لكونها تأتي في ظروف معقدة، لكون العراق يمر حاليا بمرحلة حرجة تتزامن مع استمرار التظاهرات في بعض مدن الجنوب ومنها الناصرية، والمطالبة بتحقيق الحد الأدنى من حقوق الإنسان والحياة الكريمة والخدمات. وهذا ما ذكره جاسم الشمري في مقاله بموقع عربي 21. العجيب أن حكومة مصطفى الكاظمي استخدمت كافة السبل العنفية والإقناعية لدفع شباب الناصرية لتأجيل مظاهراتهم لما بعد انتهاء زيارة البابا لمدينة أور جنوب الناصرية التي قدمت لها خدمات لم تحصل عليها منذ عدة عقود. ومع ذلك كان الأولى بالحكومة أن تتفهم بأن الثورات السلمية الناضجة واحدة من وسائل تقدم البلدان، وأن تستوعب الأهداف والدوافع التي خرج من أجلها المتظاهرون في الناصرية وغيرها. إن الزيارة تعد من أسباب الدعم الدبلوماسي والمعنوي لساسة العراق وليس للمسيحيين أو لعموم العراقيين، لأن معاناة غالبية المواطنين ومنهم المسيحيون لم تنتهي حتى الآن، ولهذا كنا نأمل أن تكون الزيارة في ظروف أفضل، وبالذات مع استمرار مفهوم اللا دولة وتفشي سيطرة القوى الشريرة على العديد من الملفات الأمنية والسياسية. ومن هنا ينبغي السعي لبناء واقع سياسي نقي وجيل سليم وناضج وواقعي ومفعب بالروح الوطنية، مع ضرورة العمل لإعلاء مكانة الإنسان في كل الأوقات، ولا نحاول تمثيل دور الأب الحنون بوجود البابا. وبعد انتهاء الزيارة نعود لحقيقتنا البعيدة عن الرحمة والمليئة بالدم والخوف، لأن السياسة الخالية من الرفق بالناس والمليئة بالدم والإرهاب تدمر الوطن والناس. ورأى الكاتب أن البابا وصل رسالة واضحة لسياسة العراق، خلاصتها أن بناء الدول يكون بالعدل والإنصاف وليس بالظلم والترهيب. ونأمل أن تكون زيارة البابا مناسبة ليطلع العالم على حقيقة الواقع العراقي البعيد عن مفهوم الدولة والغريب عن روح الديمقراطية والمليء بالقتل والخوف والتهجير والفوضى. الزيارة البابوية مهمة للعراق، وقيل فيها كثير من حماس وترحيب وأمل ورجاء وتأويل وتنبؤات مبكرة وعتب على التأخير، وهذا كله يأتي من كونها الأولى لبلاد الرافدين مهد الأنبياء والأولياء. هذا ما ذكره فاتح عبد السلام في صحيفة الزمان، الذي أكد أن ساسة العراق الذين جلسوا في الصف الأول في أثناء استقبال البابا فرانسيس هم أول الرافضين لدعوته إلى صمت السلاح والتصدي لآفة الفساد وسوء استعمال السلطة.
الدعوات التي أطلقها البابا فرانسيس بشأن نبذ السلاح والتطرف والتحزب وسوء استخدام السلطة والفساد هي مفردات طموح العراقيين الذين خاضوا غمار الدماء والويلات من أجل بلوغها، ولم يبلغها أحد طوال 18 سنة. كان الملايين في بدايتها يحلمون بعراق آخر آمن بعدما مر عليهم من حروب 3 كبيرة غمرتهم منذ العام 1980 وحتى 2003، ولم يدركوا أن الحروب التالية أدهى وأمر. ربما ستمر الزيارة التاريخية من دون حدث مارق يعكرها، وسيتجلى في أيامها الأربعة التزام الجهات الرسمية وغير الرسمية بإظهار التعاطي الإيجابي مع كل القيم التي تحدث عنها البابا، سواء من قبل المؤمنين بها أو الرافضين لها. إن بعض ما قاله البابا يتناقض مع ما يؤمن به جلساء الصف الأول أو الصف الثاني ممن قابلهم أو كانوا بعيدين عنه من الساسة، ذلك أن دعوة رفض التحزب لدى الأغلبية هي من المحرمات التي لا يجرؤ أحد على الخوض فيها، كما أن نبذ السلاح يعد تدخلا في شؤون داخلية لكيانات وتنظيمات وميليشيات وأحزاب يقوم وجودها ومصدر دخلها واستمراريتها على ذلك السلاح. أضاف الكاتب أن جلساء الصف الأول هم الأكثر تفننا في إسماع زوارهم الكبار الطيبة والمعطرة واللبقة والزاهرة والوارفة والنفيسة والبراقة من الكلمات، وهذا قدر زوار بلادنا في نيل حصصهم من تلك العطايا اللفظية البالغة. تسخر أجواء العملية السياسية في العراق باجترار مواقف ذات اتجاهات فوضوية وترويج أفكار يراد لها أن تكون حاضرة في المشهد الذي يزدحم بسياقات هدفها توظيف تلك المواقف والتهيئة لاقتناص مكاسب في ميدان الصراع بين قوى متشاركة في منظومة اصطبغت بالتناقضات. وهذا ما ذكره جهاد بشير في صحيفة البصائر، أن تيار مقتدى الصدر من أكثر فضاءات العملية السياسية تناقضا وعشوائية. تيار الصدر يمثل الجو المثالي لشركاء العملية السياسية في توظيف صراعهم وتنافسهم أثناء موسم التزاحم الانتخابي والمراحل التمهيدية قبل بلوغه الأوج. وقد ظهر الصراع مجدداً هذه المرة على أكثر من جبهة، على الرغم من عدم ضمان إجراء الانتخابات المبكرة التي زعمت حكومة بغداد إجراءها قبيل نهاية العام الجاري، وذلك لأن جو الخصام يعطي فرصاً ومساحات بين الشركاء ليشكلوا حكومتهم على مبدأ التوافق السياسي والتقاسم المصلحي. بعيداً عن نتائج الانتخابات التي لم تحظى يوماً بقبول شعبي وجماهيري حقيقي، بالمقابل ثم جو آخر لم يكن في يوم ما مؤهلاً ليبدو أنه مصدر اطمئنان أو حريص على أن يوصف بالنقاء، جو لم يألف منه العراقيون إلا اسوداداً متزايداً وتلوثاً متصاعداً، بل ومن أعجب تناقضاته أنه اختار اسم دولة القانون ليكون شعاره وهو يتحكم في منظومة سلبت من العراق مفهوم الدولة وعرته عن أي قانون معتبر. ما خرج به نور المالكي مؤخراً من تصريحات تأتي متواكبة مع اتجاهات أجواء السياسة في العراق في ظل الصراع الانتخابي قبل أوانه، فهو يقول إنه مستعد ليكون رئيساً للوزراء مرة أخرى إذا اختاره من أسماهم الشركاء السياسيون. وعلى وفق الكاتب فإن المالكي أعطى رسالة مفادها أن التشكيل الحكومي غير خاضع للنتائج لنتائج انتخابات أو مخرجات عملية ديمقراطية كما يتفوه به إعلام العملية السياسية، وأن الشعب العراقي خارج الإطار بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، لأن تقاسم السلطة رهين أحزابها التي تحظى بمباركة دولية وإقليمية. في سياق المواجهة الأمريكية الإيرانية في العراق حدث تطورات خطيران في الأسبوع الأخير، تمثل الأول في إعلان كردستان العراق إلقاء القبض على أحد أفراد المجموعة التي قصفت مطار أربيل، والثاني استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار. وهنا يحيى الكبيسي رأى في صحيفة القدس العربي أن المواجهة الأمريكية الإيرانية هي جزء من لعبة مسيطر عليها بين الطرفين،
ولكن ذلك لا يمنع الطرفين من محاولة فرض قواعد جديدة على هذه اللعبة. كانت محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد ثم الهجوم على قاعدة كركوك والذي أوقع مقاولاً أمريكياً واحدة من هذه المحاولات، لكن اغتيال الولايات المتحدة لقاسم سليماني وأبي مهدي المهندس أعاد اللعبة إلى شروطها المتفق عليها ضمنياً. لهذا كان رد الفعل الأمريكي تجاه القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد رداً هادئاً حكمه سياق اللعبة. لقد كشفت الوساطة التي قامت بها المبعوثة الأممية جنين بلاسخارت حقيقة أن الميليشيات الوهمية التي تعلن مسؤوليتها عن مهاجمة القوات الأمريكية ليست سوى واجهات لميليشيات معروفة أولاً، كما كشفت حقيقة أن أبو فدك المحمداوي الذي يشغل منصب قائد أركان الحشد الشعبي هو من يمتلك السيطرة على هذه الميليشيات من جهة أخرى. وقد بدا واضحاً للجميع أن ثمة قراراً إيرانياً تنفذه الميليشيات في العراق بالتحكم في مستوى المواجهة تصعيداً أو تخفيضاً، لكن التصريحات الهادئة التي أعلنتها إدارة بايدن تجاه العلاقة مع إيران ظلت في حدود الخطابات ولم تتحول إلى فعل حتى اللحظة، الأمر الذي دفع إيران إلى استخدام أدواتها في العراق نحو مزيد من الضغط على هذه الإدارة اعتقاداً منها بأنها لن تلجأ إلى التكتيكات التي اعتمدتها إدارة ترامب. لكن القصف الأمريكي لكتائب حزب الله جنوب مدينة البوكمال السورية فرض مزيداً من الضغط على إيران. وأضاف الكاتب أن تأخر المفاوضات الأمريكية الإيرانية عن الملف النووي ومحاولة إضافة شروط أخرى تتعلق بالصواريخ الباليستية ودور الحرس الثوري في المنطقة قد ألقى بظلاله على المواجهة الأمريكية الإيرانية، وبالتالي تسعى إيران عبر أدواتها في العراق إلى مزيد من الضغط على إدارة بايدن. ذكرت مجلة فورين بوليسي أن المساعدة التي أعلنها وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين لليمن ستنقذ العديد من الأرواح، ولكن الحقيقة المحزنة هي أنه لن يؤدي إلى أي قدر من المساعدات إلى تحسين الظروف كثيراً حتى ينتهي الصراع في اليمن. ورأت المجلة في تقرير لها أن إدارة بايدن لن تستطيع إحلال السلام في اليمن إذا واصلت إيران تسليح ميليشيا الحوثي. المجلة تقول إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سعى إلى الضغط على الرياض من خلال إنهاء الدعم للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، لكن الضغط على طرف واحد فقط في النزاع مع الفشل في ممارسة ضغط حقيقي على الطرف الآخر يجعل هذا الأخير أكثر جرأة. وتابعت المجلة: هذا بالضبط ما رأيناه في الأسابيع الأخيرة، شن الحوثيون هجوما واسعا على القوات اليمنية المدعومة من السعودية سعيا منهم لكسر الجمود المستمر منذ عدة سنوات في القتال على الأرض. وتساءلت المجلة بالقول: لماذا نتوقع أي شيء آخر من الحوثيين؟ إنهم يرون ضغوطا هائلة على الرياض، بينما أزالت واشنطن مؤخرا تصنيف الجماعة منظمة إرهابية أجنبية، وفي نفس الوقت يستمر إمدادهم الثابت بالأسلحة من طهران، ويسمح ذلك للحوثيين بمواصلة القتال مع رفض التفاوض بنوايا حسنة. وقالت إنه قد يشير فريق بايدن إلى إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات ضد اثنين من قيادات الحوثي كدليل على عكس ذلك، وعلى الرغم من أن العقوبات خطوة جيدة إلا أنها لا تفعل الكثير عندما يكون الأفراد المستهدفون خارج النظام المالي الأمريكي، ويرون أن وصمهم من قبل واشنطن بمثابة وسام شرف لهم. وشددت المجلة على أن الضغط على الرياض مع منع الحوثيين بشكل أساس حرية حركة مجانية قد خلق حالة من عدم التناسق، ولا يمكن لأي قدر من الدبلوماسية المكوكية الذكية التغلب عليها، وإن أي جهد ناجح لإنهاء النزاع يجب أن يخلق ضغطا جديدا على جميع الأطراف، وعلى وجه الخصوص فإن بذل جهد أكثر جدية لاعتراض شحنات الأسلحة من طهران سيضع ضغطا أكبر على الحوثيين.
كانت العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على إيران ركيزة رئيسة في تعامل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية مع الملف الإيراني، وذلك على الرغم من انتهاج مسار موازن للدبلوماسية أحياناً. وهذا ما رأته هدى رؤوف في صحيفة إندبندنت عربية التي ذكرت أنه عند تتبع مسار العقوبات على إيران منذ رفعها من لدن إدارة أوباما في عقاب إتمام الاتفاق في عام 2015 والتداعيات على طهران بعد إعادتها مرة أخرى في عهد ترامب، تتضح أهمية ورقة العقوبات على إيران. كانت ورقة العقوبات الاقتصادية هي الدافع الذي حفز إيران على إتمام الاتفاق النووي عام 2015 مع إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وهي الورقة نفسها التي عظم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من استخدامها للضغط على طهران فيما عرف بسياسة الضغط الأقصى، والآن هي الورقة الرئيسة في المعركة بين الولايات المتحدة وإيران. كان أثر العقوبات الاقتصادية واضحا، فقد تقلص النمو الاقتصادي لإيران بفعل العقوبات الخانقة، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2011 حتى 2016 بنسبة 20%، وارتفع معدل البطالة نحو 20%، كما تراجعت الصادرات النفطية وانخفضت العملة الإيرانية بنسبة 20%، وارتفع التضخم إلى 40%. ثم كان لسياسة الضغط الأقصى المفضية إلى عودة العقوبات الأمريكية التي تستهدف بالأساس الضغط الاقتصادي على إيران وإعاقة دمجها في الاقتصاد العالمي وتخوف الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية، مما أدى إلى مزيد من تدهور العملة الإيرانية وتأجج الاحتجاجات الشعبية عدة مرات على خلفية الضائقة الاقتصادية والتي طالت شعاراتها التنديد بكل رؤوس النظام، فقد أدت حرب العقوبات الأمريكية إلى ارتفاع الأسعار والتضخم وتراجع العملة والاستثمارات الأجنبية وتزايد البطالة. أضافت الكاتبة أن كل التأثيرات السابقة لرفع العقوبات عن إيران ثم إعادة فرضها تفسر سبب تعنتها أمام خطوات حسن النية التي اتخذها الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا، ورفضتها إيران متمسكة برفع العقوبات أولا، كما تفسر لماذا على إدارة بايدن أن توظف العقوبات كورقة ضغط دائمة في التعامل مع الملف الإيراني. تمكن فريق من العلماء في بريطانيا أخيرا من قراءة رسالة مختومة منذ نحو 300 عام من دون فتحها أو كسر ختمها، وذلك باستخدام ماسح ضوئي للأشعة السينية شديد الحساسية. فقد تمكن الفريق البحثي من جامعة كوين ماري بلندن من فحص الرسالة المختومة بطريقة قفل الحروف، وهي طريقة تتضمن طي ورقة مسطحة بشكل معقد لتصبح مظروفها الخاص، وذلك في تجربة أولى من نوعها أتاحت لهم قراءة خطاب من حقبة عصر النهضة من مجموعة متحف البريد الهولندي. وكانت الرسالة مؤرخة في 31 من شهر حزيران عام 97 و600 ألف، كانت موجهة من رجل اسمه جاك سيناك إلى ابن عمه التاجر الفرنسي في لاهاي، يطلب منه الحصول على نسخة من وثيقة وفاة رجل آخر. وقد طور الماسح الضوئي طور في مختبرات أبحاث الأسنان بالجامعة لمسح مجموعة من الرسائل غير المفتوحة في صندوق بريد من القرن 17 مليء بالبريد غير المسلم. أبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية.
بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله على صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.